أعزائي مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا في برنامج دندنة ودردشة. برنامجنا يسلط الضوء على كل نماذج الناجحة سواء كان كبار أو صغار، ويهتم بكل المجالات والفنون سواء كان رياضة، أدب، شعر، مسرح، تمثيل، كل ده بيهتم به برنامجنا. النهاردة معاكم هنرجع لأغاني الزمن الجميل لكن في صوت صغير. معاكم هنفتكر أغاني شادية وفريد الأطرش ويا حلو صبح. لكن في البداية أحب أرحب معاكم بزميلي الأستاذ سيد الفقي. أهلاً وسهلاً بحضرتك، وأرحب معاكم بسادة الضيوف. معانا المايسترو الأستاذ سراج منير. أهلاً بحضرتك. ونرحب بالأطفال الحلوين الكتاكيت المقطقين. معانا الطفل ياسين، أهلاً بيك يا حبيبي. ومعانا الطفلة ريتاج، أهلاً بيك يا حبيبي. والطفل محمد والطفلة مريم والطفلة ملك. أعزائي المشاهدين، أنا مهما أقول لكم جمال وبراعة صوتهم وكمان الأداء بجد مش هقدر أوصف لكم، تمام؟ لكن هخليكم دلوقتي أنتوا تسمعوا وبنفسكم أنتوا تحكموا. وفي البداية هنقول معاكم يا حلو صبح. مستعد يا ياسين؟ مستعد. طب يلا صبح. صباح يا حلو الطول، يا حلو صباح نهارنا فول، يا حلو وحق
ما شاء الله. جميل جميل الله جميل. الله عليك بجد. عندك كم سنه؟ انا عندي 9. 9. بدات من امتى يا سين؟ انا بدات وانا يعني شهرين كده. مدربك طبعا ممكن تمسك المايك؟ مين مدربه؟ استاذ سراب. تمام احسنت واحسن استاذ سراب. شكرا. طب بالنسبه للديني بقى في حاجه ديني ممكن نسمعها؟ في حاجه ديني. اتفضل. انا بمدح اللي مخاف من الموت لما جاء سيدنا محمد اللي مخاف اللي مخاف من الموت لما جاء في يوم من الأيام سيدنا عبد الرحمن يا عيني جاء وخبط على أمرد للنبي قومي يا فاطمة قومي يا فاطمة شوفي من اللي خبط الباب فتحت فاطمة وقفلت في وشه تاني الباب قالت له يابا يا محمد فواحد خبط الباب أول ما شفته روى البوس مني انحنى والعظم مني انتنى والشعر الصوت شاف قال افتحي له يا فاطمة ده مفار الأحباب دخل وقال السلام عليكم يا عنديل في البيت وناير أمرد قال النبي وعليكم السلام يا كاس على أمتي داير يا هل ترى انت جاي لي قابض ولا جاي لي ازاي أنا زرت مين قبلك يا محمد عشان اجيلك زي انا جاي ابيض ولا بيديش وان قلت لي اخرج راح اخرج ولا اجيش الله احسنت احسنت يا سيدي ليه سؤال بقى لحضرتك استاذ سراج اتفضل انا عايزه اعرف بقى غلبوك ولا كانوا شاطرين معاك ولا مجهود حضرتك معاهم كان ازاي هم اساسا موهوبين وشطار قوي واهاليهم بتساعدهم يعني في كده وفرحانين بيهم وهم حاجه جميله قوي بالنسبه لي هم احفادي ربنا يخليكم لبعض وبصراحه باين مجهود حضرتك معاهم وتعبك معاهم وانا بنفسي حضرت ليهم بروفه قبل كده هم فعلا شاطرين والاستاذ سراج بيتعب معاهم جدا وبيبقى شاطر في انه يختار لكل واحد الاغنيه اللي مناسبه مع العرب بتاعت صوته فبصراحه دي شطاره الله يكرم شكرا احسنت 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 استاذ سيد ملك هتقولي لنا ايه بقى يا ملك اه في حب سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه Thank you.
خير البشر مولود يتيم، وهو في الغيب يتمو وفي الطفولة يحترمو. دي حكمة الله الحكيم، خير البشر مولود يتيم وهو في الغيب يتمو وفي الطفولة يحترمو. من الأم والقلب الرحيم يا حكمة الله الحاكم، من الأم والقلب الرحيم يا حكمة الله الحاكم. كانت طفولته بشرى وعلامة، بلسم يداوي جرح اليتامى. كانت طفولته بشرى وعلامة، بلسم يداوي جرح اليتامى. يا بخته من يكرم يتيم حبه خير الأنام. شافت منام يوم مولده وقال الكلام بنرددو يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد ومن شر حسد حسد. يا عن حسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي. أم النبي خير الأنام. شافت منام يوم مولده وقال الكلام بنرددو يا بركة الله الأحد، احمي الرب حب وكرامة للنبي. يا خير خليل له مدى، يا خير خليل له مدى، يا خير خليل له مدى. يا كل أحباب النبي اجمعوا نور النبي. مدد 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 مدد، يا خير خليل له مدى. يا كل أحباب النبي اجمعوا نور النبي. مدد خير الأنام مسك الختام، عليه الصلاة وأزكى السلام، عليه الصلاة وأزكى السلام. الله، ايه الروعه دي، ايه الجمال ده. طب قولي لي بقى، مين اللي كان بيشجعك في البيت، ولا انت طالعه موهبتك لحد في البيت؟ لا، استاذ سراج واستاذ تامر وماما وتيتا وبابا دول اللي كانوا بيشجعوا. طب في حد بقى في البيت عنده نفس الموهبه؟ انت طلعتي لحد في البيت؟ اه. بجد مين بقى؟ قولي لنا السر. بجد ربنا يخليكم لبعض، بجد ده حلو قوي. اعزائي المشاهدين، هننتقل دلوقتي بقى لاغنيه للزمن الجميل لشادية وفريد الأطرش، وهتشوفوا جمال الصوت والأداء كمان. بس هستأذنكم بقى تقوموا معانا مريم نادر الوجود ومحمد
هيقفوا بس هنا علشان هما هيأدوا الأغنية. طب يقفوا في حتة تانية طيب؟ عشان هما هيأدوا الأغنية. يقفوا من زي يقفوا مكانهم؟ زي ما هما زي ما هما. يلا مكانكم؟ اه زي ما انت هتبصوا هتبصوا مع الكاميرا. يلا المايك يبقى بينكم الاثنين. اه المايك اه هيجيبكم هيجيبكم. الله عليكم. بس انا كنت منتظره منكم الاداء يبقى احلى من كده عشان انا عارفه ان انتوا جواكوا اكتر من كده، بس الظاهر انتوا توترتوا شويه مع الكاميرا صح؟ صح مش كنتوا متدربين على اداء اكتر من كده؟ ماشي بس كويس. كويس أحسن. اتكلموا بقى كده في المايك احسن. قولوا لي بقى مين اللي كان بيشجعكم على هنا؟ اللي هيتكلم يمسك المايك ويرفع فوق كده. قرب المايك قرب المايك. طيب حلوه قوي. وانت يا مريم؟ سراج شجعني واستاذ سامر ماما وبابا واخويا. حلو قوي حلو قوي. استاذ سراج طبعا مشترك معانا في كل ده طبعا.
ماشي. معانا بقى الطفلة ريتاج. أيوة ريتاج، هتسمعينا يا ريتاج؟ يسمع، اتفضلي. شقاوة سعاد حسني بقى. يا واد يا تقيل، بدأت من امتى يا ريتاج؟ انا؟ ايوه انا اللي هو بدأ من بدري قوي. بقالك قد ايه؟ مش عارف. مين وقف جنبك وشجعك؟ مامتي واستاذ سراج وبابايا
وتيتا طبعا كانت بتقعد تدعي لي كتير. تمام تمام، مجهود جبار يا استاذ. واستاذ تامر مجهود جبار. تسلم يا غالي. اه والله الله يكرمك. واحسنت الله يكرمك. واحسنوا. ونبذه نبذه عن حضرتك بقى، نبذه بسيطه عن حضرتك. وانا بقالي فتره في الهيئه العامه لقصور الثقافه. تمام. مدرب في قصر ثقافه السلام. تمام. كل حفلات القراءه للجميع كانت بفرقه الكورال بتاعنا لسوزان مبارك. تمام. انا كنت احد مدربي كورال قناه السويس. تمام تمام. وبدرب في وزاره الشباب والرياضه، مراكز الشباب، مركز شباب تاني. تمام تمام. بصراحه مجهود جميل. الله يكرمك. واطفال جمال موهوبين، وربنا يزيدك. الله يكرمك. شكرا جزيلا يا رب العالمين. طب انا عايزه اقول حاجه للساده المشاهدين، انتوا سمعتوا على طول دايما يقولوا الاستاذ سراج والاستاذ تامر، انا عايز اعرفكم مين الاستاذ تامر. الاستاذ تامر عايز في الاورج. ومعانا الاستاذ محمود عبد الرازق والاستاذ محمود برضه. والد محمد. دي الفرقه الموسيقيه الجميله. بس احنا معانا بقى مفاجاه بصراحه، يعني احنا ما كناش عاملين حسابها، بس هي جت وقتها بصراحه. صاحب الطبله الرنانه الاستاذ محمود عبد الرازق، صاحب اجمل صوت بجد، هخليكم دلوقتي تسمعوه وتحكموا بنفسكم. يلا بينا. من ذوي الهمم على فكره، يعني من ذوي الهمم. اتفضل المايك. طول عمري بخاف من الحب، وسرة الحب وظلم الحب حياتي.
معرفش ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب من همسة حب لقيتني بحب الجمال ده حلو قوي قوي بصراحه. قول لي بقى انت بتغني من امتى؟ ما تقوليش من سنه. ما تقوليش صبر سنه. الجمال ده اكيد طالع خبره سنين صح؟ من 9 سنين صح؟ ايوه كده. مع الاستاذ تامر والاستاذ والكابتن محمود. ما شاء الله بجد حاجه جميله ومجهود حلو وباين في الصوت وباين مجهودكم مع الاطفال بجد يعني. طيب بس في بعد اذنك حاجه يا استاذ محمود، حضرتك بتدرس؟ اه ان شاء الله. تدرس موسيقى؟ اه واضح على حضرتك. احسنت باين في جمال الصوت واستاذنا. والله احسنتم نورتونا حاجه جميله جدا والله. احنا لسه معانا وقت ما تقلقوش. هما برضو لسه محضرين اغاني. ها مين بقى المستعد يبدا الاول؟ انت بعد ما خلصتي اغنيتك اتوترتي، انت كنت كويسه وانت بتغني اتوترتي بعدها ليه؟ نبدا من ياسين. نبدا من ياسين تاني كده. ياسين خد اغنيه تانيه. احنا نبدا معاهم ولو فاضل وقت هنديك كمان اغنيه. اتفقنا؟ محمد يلا يا محمد قوم بقى. قول يا محمد. يعني الثلاثة هيفضلوا الصوتين الدقيقتين. تمام. كان يا مكان كان يا مكان. كان يا مكان 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 كان يا مكان. الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان. زرنا زمان سرق منا فرحتنا والراحة والأمان والراحة والأمان. كان يا مكان الحب مالي بيتنا ومدفينا الحنان مدفينا الحنان. زرنا زمان سرق منا فرحتنا الراحة والأمان. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والغنى. حبيبي يا أنا يا أغلى من عينيا نسيت من أنا. حبيبي كان هنا مال الدنيا عليا بالحب والغنى. حبيبي يا أنا يا أغلى من زمان ورجعتنا لاغاني الله. زمان جميل جميل. ايه الطرب الحلو ده؟ جميل يا حماده جميل. مريم اتفضلي يا مريم.
مريم نادر الوجود. اسم انتوا النهارده في مجموعه اسماء غريبه بجد. مريم نادر الوجود نادر. والاستاذ سراج منير، يعني يا رب يجعلك سراج منير ليهم يا رب. الله اتفضلي يا حبيبتي، بس بصي بقى للكاميرا ممكن. بجد وسكر. ملك. واجمل منك لم ترى قط عيني، واحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كانك قد خلقت كما تشاء. في حب سيدنا النبي وفي المحنه اللي ربنا يزيح عنا المحنه دي يا رب، امين يا رب العالمين. هتقولي الكلام ده بفضل سيدنا النبي وبالصلاه على سيدنا النبي، يكشف الغمه عن الامه. امين يا رب.
وعن المسلمين وبلاد المسلمين وغير المسلمين، عن كل سائر العالم. اللهم اكشف واصرف هذا الوباء عن العالم أجمع. أمين يا رب العالمين. أمين. سيدنا النبي نور، ونسمع أفضل الصلاة والسلام في حب طبعا. سيدنا النبي على فكرة، عشان أنا منشد فبحب اللي بينشد في سيدنا النبي. يلا عايزاكي بقى كده ايه تقول لنا الاغنيه في دقيقتين. حضرتك قلت يلا تمام. يلا بينا. واجمل من كلام ترى قط عين، واطيب من كلام تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. وسلم وبارك عليه. أحسنت أحسنت يا ملوك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. أحسنت. معنا بقى آخر أغنية لريتاش، مستعدة؟ أوفي بقى كده، عايزك تاخدي نفس عميق. انتي التوتر خالص، انتي زي القمر وصوتك حلو وحاجة كتكوتة كده، بس ممكن تركزي بس مع الكاميرا. أيوة انتي كاميرتك دي تمام؟ يلا بينا. لا تجيب لي شوكولاتة لبلاش يا ولا، راح رجع البطاطا لبلاش يا ولا، لا تجيب لي شوكولاتة وش مسحمي عليا، مقابلني يا عذراء
معانا بس فقره كده صغيره فيها برقيه، برقيه من الزوج سامح عبد الرازق المشهور بسامح سامح الى زوجته، بيقولها فيها: زوجتي الحبيبه ولاء رجب، بعد مرور 10 سنين على جوازنا اشعر وكاني ما زلت في بدايه ايام الجواز، لا اتمنى شيئا من الله غير انك تقومي بالسلامه وتجيبي لنا ولي العهد اللي منتظرينه من 10 سنين، ربنا يتمم لك الخير بالخير، وان شاء الله كمان حتى اسره البرنامج بتتمنى لك يا رب تقومي ويجيلكوا ولي العهد اللي يكون وشه سعيد عليكم يا رب. ومعانا تهنئه الى الطفله كنزي عماد حمدي بمناسبه عيد ميلادها من كل من بابا عماد وماما اميمه واخواتها وكل الاقارب، وتهنئه اخيره الى محمود احمد محمد بمناسبه عيد ميلاده من كل من تيتا ام احمد وجده محمد احمد وخالته شهد محمد وكل الاقارب، بتقول لك كل سنه وانت طيب، واسره البرنامج بتقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. والخاتمه مع الاستاذ سيد، اتفضل. طبعا بنشكر استاذنا الفاضل استاذ سراج على المجهود الجبار، شكرا المجهود الجميل، شكرا الواضع على الاطفال ده، انا بقول محترفين مش بقول يعني موهوبين بصراحه، اغاني قديمه واغاني ثقيله واغاني يعني الشباب يعني ما يقدرش يقولها، فلما اطفال زي دول يقولوا اغاني قديمه زي دي فاحنا نرفع القبعه. شكرا ونقول لك احسنت، والفرقه الموسيقيه الجميله تامر، نشكركم جدا استاذ تامر على الشغل الجميل ده، استاذ محمود استاذ محمود بنشكركم، وباذن الله اسبوعيا باذن الله هنتواصل مع حضراتكم مع برنامج دندنه ودردشه، وعلى فكره ان شاء الله في منشدين وفي مقرئين قران كريم ان شاء الله هيكونوا معانا باذن الله، ان شاء الله البرنامج شامل، وبنتبنى المواهب وبنقف جنب المواهب، المواهب يعني الموهبه الحقيقيه بصراحه، يعني انا اتبسطت من ملك في الانشاد الديني ولان منشد ديني، فان شاء الله هستعين بها في كليب مش اللي جاي، لان اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله احنا هنعملهم كلهم باذن الله، احنا مش يعني البرنامج بتاعنا مش هنسمع مواهب فقط، احنا هنسمع المواهب، والموهبة الحقيقية هنقف جنبها، الموهبة الحقيقية نعمل لها كليب وهيذاع في التلفزيون، فبنقول الموهبة الحقيقية تتواصل معنا عبر صفحتي على الفيس وعلى اليوتيوب المنشد الديني السيد الفقي، وأرقامنا التليفون السيد الفقي وأستاذة بتول على الأرقام الموضحة على الشاشة، المخرج بعد إذن حضرتك اعرضها على الشاشة، تليفون السيد الفقي وال هما خلاص هما عارضين الارقام وكده. فاعزائي المشاهدين انا بشكركم جدا، للاسف وقت برنامجنا خلص، لكن ان شاء الله حلقاتنا على طول مستمره معاكم، والى اللقاء في حلقه قادمه. اللقاء، السلام عليكم.